وأنا أقول لك أنا 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 يشروع لك على ذلك ويالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دواد وركي سومالي چانل وركي وحويد كي ماانا يستوديا سدحاد ودن كي سويدا وحان ايدي لسو عسين دونا انيو ابراهيم محمود شامع قدبا داد وركي نكو داون دون تانا وحا كمين نقون دونا شير بالاران اولاقاقا هدلي ياي وحيالها كاقب سومي قرشاها هيكسيقا عصوبين يو ديل او كافرمي مقالة دا مغدشو محكمة دا عيدان كقلب كالصومالي او يدن حكومة كوري داي قار كمي دا عيدان كحوق الدالك الصوماليين وسير كاريماها قدها اي دولة دا غوسي اي دولة قبلات كبتلان صوماليا او اسنا مقالة دا قروة كفوري كالفاردي كي تضبية طمناد اي ميسانية دا قولها ديگان كمقالة دا قروة ورر كنغسو غاري مقالة دا هرقزة حرونت الصومالي لانا سياسي عبد الرحمن عبد القادر فرح او كميدا سياسي الصومالي لان ايا شير جرايد او كوبته مغالده هرغيسا وها او كو شيغاي ان ايسا وخبا كجيرين هادل هينتا ان اي لا كولمين مدحوينها الصومالي لان يا وليبا شركه كسوونيا مغالده غربهاري او سي حبسمي لو سودا يا وليبا وفود هورلي او غارتي مغالده غربهاري قودبداس يو قودبا كلي اياد كو داون دونتا وركينا برسه ماركو هوري قدر يرادك برشدة اينو كو رينا وراركي مغدشي مقالة دا مغدشي حرون دالك صوماليا وحا كافور مي شير بالارانو لقاها لييي وحيالاها كاقب صومي قرشاها هيكسيقا عصوب اي نيو ديل هادبا كولانكا فروتانكا شيركاسينا وحا كاقب قلي واربحيطانا كسودري وريينا عبد الرزاق جامع علمي بلاك شروينهاني او اي سوق قبن قابسي وزارة مالية حكومة الصومالية اسلامار كان اللوغه اللي برنامج هيكسي عصبي نيو ديل او سيقارا اللوغة دو ديي قدبا اي كميد احيان دا ميستيركا دستورك دالكا دينا عسياسة دا ارتسيدة قبلة يدبهشي سينتا يوليبا دينا عدقالها يكابياش ادي قبل شدا اسلامار كان اللوغوة دا انو سعودة مدسة دحمال موضا ايا وحا كسو قيب غالي حمنا كسو دي قولها حكومة الصومالية او هقامين اي رئيس الوزارة كحيقين احنا وزيرك دينتي او غافتا حمنا متالا اي مامولا دا بنتلان قل مدوك جوبا شبيلوينكا باي هيران يوليبا مرتي شرف كالي شركني اولا دونيو ان ارقادا كقيب غالياشو اي كوكر فيان وحا كاقب صومي برنامج كاني هيكسي وعصوب يا وحا ديمان يا عقبدا هجيري كرا ايا وحا اوغورين اسكو دوها شركاني او كاقيب غالياشا شرحات كسيي قرشاها شركاني او كسعون ايو وحان انتا كدي وزيرك وزارة داريماها قدها حكومة الصومالية عبدالله قودح بري او شركاني كهل يو اسنا شرحاي هدف كوغوين اي برنامج كي هيكسي وعصوب افكا غلال لغو يران نيو ديل نيو ديل كمبدئيا سيدا وشاقينا وحاوي ان وحا أدونكو نسيانة دول دو الصومالية دي اوكتهاي وحا عناغا نصوغا لنا الدنيا دي اوكتهاي هل ميزنا لغوة دا معمولا ميزكاس او يصوغا لفريسان دونان انت اي خسيس انت اي خسيسو حكمي دا انت ما انت ماشا مفردي دا وحا صوغا لفريسان دون ميزكاس حكومة دي فدرالكا برلمان كي فدرالكا معمول قبلية دي قبلة دي وردي بلشدة سيفل سوسايتيغا إيو دادكي مشاريع دهير جلين جري شغلو ده إتاين مشاريع هير جليان سيدا محوعة هي هدا هي يو إنكا إيو داب بحياش اللي بتركود انتا زي ميزو ده فريسان آيو هدف كلليه مركا لغو ده شقين آيو حاوي إن ودن كان نبض لغو سوى الدبال كدبنا لهور مريد
رئيس الوزراء كحيين أهنا وزير كدين تي أوقاف حكومة الصومالية رضوان حرسي محمد أو سكن الشركة نفوري أيها الشيعي إن دقاليه إبرشاد عالم كأبر لنقادين إن يكون بحيان برنامج كان يكسق عصب أي سنولد دولة السوقارين وحاونا قعد صد إبرشاد عالم كا إن برنقادين ضد أي كرد بيان وحاونا إنتا كدب دردارا أسو جيدي إرقاد الشركة أو الشيعي إن لقسوغيو إن مدد صد أحد مالنا أي صوت دياريان barnaamijka ay ku tagi lahaayeen shirka lagu wado in bisha November uu ka dhaco magaalada Copenhagen taariikhda dhaqaalaha iyadoo runtii wax badan ba ka bilaabmay laakiin waxa jecel inaan xuso wali ma hayno new deal-ka ballanqaadkii ahaa 2 bilyan iyo 4.5 bilyan dollar in la siinayo ilaa hadda maxaa dawladda soo gaaray مشاريع هذا وزير كوشجع هذا فورا ما كل هذا يشعلين وحنا هاي وح ضربنا إنها بشر عالم إنها كحق يتيان كرب شجعان بل نقدرون لو بنيت يوم هو عبد دولار هذا يكرب نسيل لاين ما مل مل بين جاري من كذي لحن لكن وح شغله إنه يشجع وح واجب إنه بسوت السماء وحن متي وسوي شيء ذي يا مدحه الشرف كلها كان سوت من الشركة كقريب جريسا صدق هذا عشرة هم دونا وحلا يكفي لي أنا كسر صارتان قرشيج دولة التي إلى هاي الشركة كوبن هيجن بيشك نفهم بركات عدونا نروح تعالى رمتي أنا نحط كعلان يوم شركة إلى ينوفرني هاي وأقول له والله شركة ينوفرني هاي عبد الرزاق جامع علمي بلاك صومالي تشانل مقدشو isla wararkii magaalada muqdisho ayaan ku gada jirnaaye maxkamada ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa xukuma ku riday qaar kamid ah ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed warbixinta go'aanka maxkamadaasina waxa warbixin ka soo dirtay wariyeena Nimca Maxamed Bashiir maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukuma dil ah ku riday shan askari oo ka tirsanaa ciidanka xogga dalka Soomaaliya kuwaas oo lagu soo eedeeyay inay dhac u geysteen gawaari la sheegay in uu lahaa nin ganacsade ah kuwaas oo ay ku dhaceen deegaanka Taxiile ee gobolka Shabeellaha Hoose oo sida la sheegay ay isbaar u taalay gudoomiyaha maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Noor ayaa warbaahinta u sheegay in eedaysanayaashan ay ku cadaadeen dambiyadii lagu soo oogay isla markaasina ay maxkamaddu ku xukutay dil toogasho halka sida uu gudoomiyaha sheegay xabsiga laga sii daayay askari kale oo la xirnaa askarta la xukumay maxkamada ciidamada qalabka sida ujeeddu xukun maxkamadeed maanta ay taariikhdu tahay 28/9/2014 sagaalka subaxnimo maxkamada ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad qaabadkii loo heystay eedaysanayaasha kale ah koow eedaysanaha koowaad dable xooga cabdi xasan cilmi ina maryan cumar 22 jir ah ku dhashay galgaduud ka tirsan ururka taliska qaybta 12 abriil labo dable xooga cabdullaahi xuseen faarax ina ambiyo cabdi 23 jir ah ku dhashay mudug ka tirsan guutada saddexaad xooga dalka soomaaliyeed saddex dable xooga سعيد يوسف لحلو إن مؤمنو عبد الباطن أفر جرأة كل شيء أفقوية كترسن أروك الباطنات حوق الدلك أفر دبل حوق كمال عبد الله أحمد إن السمسم أحمد الباطن سدح جرأة كل شيء القدود كترسن تلسك غيبت اللبي طبنك أبريل حوق الدلك سوماليات شن حس عبد حسن محمد إن عجبو أحمد الباطن جرأة كل شيء حمر لح محمد علي عبدي إن الذهب جمع على لواتي سيدة جرأة كل شيء شبه لذا دحي كوا صوح فيس كحيرا لانتا إذا ماذا غلب كسيدة كسو إيدي إن يدع أغيستين قاديد سفر أه إنت قاديد كسو فرعي إنت أول حيسا أفقوي إي حمر كان قاتين ركاب كي سارنا لبو ركاب كي سارنا لبو بابور أو هو مي أه موبيلو لعق يو ألابتي ألاب غنعسي أو ألاب غنعسي أهيد أو أيوتين دوت دير كدب محكمة دو markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeeraliyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneed aayada 38 suuratul maida qodobka 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed isla 72 iyo qodobka 329 xeerka ciidamada qalabka sida markay aragtay maxkamada xeer madaxweyne lambar 5 kuna taariikhaysan 28 bishii 2 2014 qodobadiisa 2 qodobadiisa 2 iyo 3 markay aragtay qiraalka ay kor bixiyeen eedaysanayaasha kala ah koow kamaal abdulle axmed saciid yuusuf dhuxulow cabdullaahi xasan faarax cabdi xasan cilmi
عبدي حسن محمد أو أي كهر قرتين قرصور كعيدا ماذا قلب كسيدة هرتيسة إن أي دع أوجيستين لباب بابور أو همي أحكنا قاتين موبيلو لعق يبغاش صارنا مركي أركتي مركاتياشي لهور كيني محكمة دهور تيدا من مدن أي ودي سمرك فرق وهذا محكمة ده وحي كهر عديين إن أي ده سنياش أي هايين رجي دعي رجي دعي لباب قاري أو همي أحكنا قاتين موبيلو يلعق iy bagash sarna markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha la yiraahdo maxamed ali abdi oo ka codsaday in xabsiga laga siidaayo maadaama eeysan jirin cid si gaar ah wax ugu cadeysay asagana uu dambiga qaran sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa uu cadaatay in eedaysanayaasha kala ah koow dable xooga abdi xuseen cilmi abdullahi xuseen faarax siciid yuusuf dhuxlow كمال عبد الله أحمد يا عبدي حسن محمد أي وديهين دم بيليال قال دم بيجي لوسو أوجي دم بيدي لوسو أوجي وحين أكح كنتي دلتو جشاء سدوا كلام محكمة ده وحين حبس يكسي ديسي دي سنة محمد علي عبدي وحين أمر سائن حبس يكسي دق دق أهل لوسي دا لوسي دايو هدي أن دم بيكل له سنين عدي أنكو غن عصنين حكم كمحكمة ده وحأوفر رعفان نمع محمد بشير صومالي جنرال مقالة مقدشو كدب كل أي قلاه وزيرة أي دولة قبلات كقلمة كوية شان ما أنت مقالة قال كعيا إسلام أركان وشير قدون كاها مدحوينها قلمة عبد حسن عوالة غيب ديد أي حيرات دي اللغة قاضي كرون كا ديارة دها أي مقالة قال كعيا دولمات كي قدك جري مدحوينها دولة قبلات كقلمة عبد حسن عوالة غيب ديد أو كلان كا قلاه وزيرة مركة وصورنا ما ذا كدب صحافة دا لح الله أي فافاهين كبحيي كلان كأي شان قلها وزيرة أي حيرات لغا قاضي دولمات كي كران كديارة ده قال كعيو ما أنت أو أي تاي تاريخ دو سديد يلا باتن بشت سبتمبر إن لو أكون يا أفريق طبعا إن ما ملك قلم دو وحو قاضي أما تشوتشي أما الله أبتي حيرات دي هودة ديارة ده وكسور رغي أيان قادنو دب أولا لابن سببتا آن أولا لابن أنا وحي تاي كو هده قروشي لآنتا إيا الدنين لآنتا ديارة ده إيا قسارة إيا نبكا كايمانا إيا إرهير بنت لان كموغدا إيا علاد هورنتا كموغاتا لابو codsigii uu soo jeediyay dawladda federaalka ay soo jeeday ra'iisul wasaaraha mudane abdulweli uu noo soo jeediyay oo arintaas naga codsaday codsiga aa bulshada caalamka iyo hay'adaha caalamiga ah ee naga codsaday codsiga sidoo kale aragtida anagu aan ka qabno xilliga أي مرة هيان قبلها ده دباتها أبارةها بعدله أي شرط أو جيدة هديت كيا سوماليا ده أبارةها هي سطو إن أنو سبب إنه قلنا هي وحي لوكين لها إن أن أنو سبب إنه قلنا إن أي إن أن كوري إنه أي سنة قلنا مثلا أنو سبب إنه قلنا بين عكرة مدحونها قل مدق أي واحد وبا قدري ده سوماليا يو باش عالم كا تقدر هديت إن وحان دولد فدرالك صوماليا إيو بلشد عالم كما كعود سنين إن لا صوت ديرو ماشان لا صوت ديرو وفتي أرنتان حقيق رادي النقضة يا إيربوردان يالي يا كسو دقاهي يا حق أولا إني تشوتيان يا حق أولا كالغود إني أيو كو أمر كو تاقليان كو استعمالان أحمد قليف قدي صومالي جنال قال كعيو wararka naga soo gaaray magaalada Garoowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland Soomaaliyana wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee Puntland ayaa si habsami leh u furay kalfadhigii 17aad ee golaha deegaanka degmada Garoowe kalfadhigan ayaa inta uu socdo waxa laga hadli doonaa miisaanka sanadeedka 2015ka kulankaasina waxa ka qayb gashay wariyeena Maymun Cabdirasaaq furitaanka kalfadhiga 17aad ee golaha deegaanka degmada Garoowe ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta golaha deegaanka madax ka socota wasaaradda arrimaha gudaha haween wax garad iyo siyaasiin
تقد دقمد قرو وعبد عسيس نور علمي كور او غهرين كهالي مدشا ايا كور بحيي وحيابيه وقب سومي لحدي بلود لصور دافي وحونا الشيغي اني كاقب قاتين هقا چينتا بلعدا عاسمادا اسمها ودوين كاية سوغيدا امنغا دادك براكا عياشا هيا كنو القروي isagoo sheegay inta ay hawlahaasi ku guda jireen inay soo wajaheen caqabado ay ka mid ahaayeen isqabqabsi dhuleed wuxuuna sheegay in kulamo kadib la isku afkartay in lis loo sameeyo dadka dhulka isku qabsada loona gudbiyo hay'adaha amniga waxa kaambeen laga sameeyay buundada bari oo si joogto ah looga shaqeeyo maadaama dabeylaha iyo xagaagu u geeyay halka qashin badan iyo baca badan buundada galbeed lafteeda qashin badan baa laga qaaday goobta qashinka ee isbitaalka waxaa laga raray ilaa 200 loo oo kaambeen baa la galiyay dhireynta magaalada oo runtii intii hore aan u beernay aan si joogta ama sustainable aan u hayno waraabin joogta iyo shaqaale iyo gaadiidna uu ku hawlan yahay waa joogto caqabadaha jira oo runtii aan la qarsan karin waxa ugu weyn daahiro hadda soo siyaaday oo ah isku qabsiga dhulka oo xilligi kala guurkii labada maamul iyo inta hadda maamulkan joogay aad iyo aad u soo xoogaystay oo aad moodid in dad shaqo ka dhigteen qodobkaasi wuxuu u baahan yahay guddiga amniga heer state-na waa kaga hadalnay xadi dhaweyd waxyaalaha isku afgarta waxa ahayd dadka caadistaha ah oo dhalinyarada ah oo dacwadooda soo noqnoqoto la yaqaan inaan liiskooda sameyno haddii rabidno inaanu hay-adaha amniga u gudbino ilaa heer madaxweyne tallaabo maxaa la yiraahdaa ku habboona laga qaado haddii rabidno wax la fiirsan kara maaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa sheegay canshuuraha laga qaado bulshada Puntland in iyaga dib loogu soo celiyo wuxuuna sheegay horumarka dalka inay qayb ka qaadato bixinta canshuuraha isagoo bulshada ugu baaqay inay bixiyaan canshuuraha si ay u helaan amni dhameystiran iyo horumar ballaaran wasiirka ayaa inta raaciyay in nabadgelyadu muhiim tahay loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo bulshada iyo dawladdaba isagoo mas'uuliyiinta dawladda hoose ku amaanay sida ay uga qayb qaateen hagaajinta bilicda caasimadda ururinta qashinka iyo ka shaqeynta nadaafadda iyo horumarka caasimadda Puntland canshuuraha waxaa loo isticmaalaa dabcan almost si loogu talagalay waayo hawlaha aynu arkayna la soo sheegay baa lagu fuliyaa inay si laban laaban baanu guddida iyo guddoomiyaha aanu kula dardaarmina waayo dadku canshuurta wuxuu bixiyaa ku dhiiradaa markuu arko waxa loo soo celinayo markuu ka arko waxa wixii laga qaaday waxa lagu qabtay markuu arko isaga mid ka sii badan bixinaya ama ogolaanaya taana in lagu dadaalo ayaan codsanayaa nadaafadu waa shay qaali ah waa dadaashan runtii guddoomiye laakiin waxaan jeclahay in laga sheegay kordhiyo intaas inta uu socdo kalfadhiga 17-aad ee golaha deegaanka degmada Garoowe waxaa looga hadli doonaa miisaaniyad sanadeed 2015 ee golaha deegaanka degmada Garoowe Maymun Cabdirisa Khalif Somali Channel Garoowe wararka naga soo gaaray magaalada Hargeysa xarunta Soomaaliland siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Farax oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa shir jiray oo ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu ku sheegay in aysan waxba ka jirin hadal haynta ah in ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliland faahfaahinta warkaasina waxaa soo diray wariyaheena Maxamed Farax Umade siyaasi Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Faarax oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo warbaahinta ugu waramayay magaalada Hargeysa ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar ay dhawaan qoreen qaar ka mid ah warbaahinta guduhu kuwaasi oo sheegayay inuu kulan siyaasadeed la yeeshay madaxweynaha Soomaaliland dhawaan loo magacaabi doono mansab siyaasadeed hase ahaatee waxa uu sheegay inaanay waxba ka jirin arrimahaasi oo dhan balse ay jireen isasaamaxaad guud oo uu sheegay inuu dhex maray qoyska uu ka soo jeedo iyo qoyska madaxweyne Siilaanyo oo horay xurguf siyaasadeed u kala irdhaysay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
هشيس كانوا هشين ما هشيس سياسية معها والسياسة كمان ناوض هذا سياستنا كمان نان هشينين وحن كو هشينيون لبدي خير ولا لاها ولادي تحمرتي انت دنتو أنا ولالتن مدى يدي سوعلينو لك سياسة دنوا سياسة ولاد دنوا ولاد يعني هتان كسوق هذا عبد الرحمن قدومي عبد الرحمن أما جمال علي حسين دي أحمد محمود سيلاني لولن بيكل شيران وكرسي جيسي كسعودان لكن أولادي كمان حيسو أولادي كمان حيسو مركا دي سياسة دين أولاد دلقة سهراي وعفمات بدن بيلان ده حي هالكاس إن مركا هشيس كاس لبدا قويسة إيه ولالتن مبانو قادني waxa uu sidoo kale siyaasi Cabdiraxmaan Cabdulqaadir oo meesha ka saaray inuu dib uga mid noqon doono xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo xisbiga kulmiye oo uu ka mid ahaan jiray hoggaanka sare ee xisbigaasi hase ahaatee laga saaray shirweynihii saddexaad ee xisbigaasi uu yeeshay xilkiina lagaga qaaday anigu kulmiye noqon maayo dawladda gali maayo kursi anna ma doonin iyaguna ima siinin sheekadaasi ma taalo ninka siyaasiga ee madaxa banaan baan ahay een raayigayga waa cabiranaya een halkayga baan anigu waxaan hayday siyaasiga madaxtanaan wixii wanaag ee aan dalka u wado oranaya baan ahay waxaan ahay nin damac siyaasadeed leh oo hadii biidkeeda leeyahay halkan aan maanta joogo inaan ka sii gudbo doonaya qorshahaygaasi siyaasi ugu jira een wax mustaqbalo maanta igu jira anigu in dawladan ama kama mid noqdo ama ma jirto iyaguna waxay ila doonayaan oo jagaa ay hayaan oo ilayeen Cabdiraxmaan oo jagadaas aanu ku waynahay ma jirto sheekada islaamaan gelin maxamed faarax oo maade Somali Channel Hargeysa waxaa soconaya dadaalada ay wadaan dadka muxsiniinta ee ku dhaqan dalka dibadiisa kuwaas oo gurmad u fidinaya dadka la daala dhacay nolosha adag ee abaarta ay ku saameysay gobolka Gedakaas oo dadka iyo dunidaba ay yihiin kuwa xaaladadu ay tahay mid aad u adag deegaanka hoosimada degmada balada Xaawe ee gobolka Gedo ayaa la gaarsiiyay deeq biyo ah oo ay dhaqaalaha iska soo aruuriyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Dubai waxaana deeqdan biyaha la gaarsiiyay dadka ku dhaqan dhulka miyiga ah ee gobolka Gedo xubno wakiil u ahaa jaaliyada ayaa goobta waxa ay ku hadlay warbaahinta ayagoo sheegay in ay deeqdan tahay mid ka timid dalka Dubai isla markaasina ay iska soo aruuriyeen dad Soomaaliyeed oo u talagalay dadka abaarta ay saameysay in la gaarsiiyo muslimiinta oo walaalaha waxay soo sadaqaysteen oo alxamdulillah rabbil alamin ehelkooda ay ugu soo deeqeen baan hadana uga mahadcelinayna anigoo ah maxamed ibraahim faarax baaleeyada waxaana ka tirsanahay gudiga degmada balad xaawo khaasatan waxaan ka sii tirsanahay qaybta ganacsigaan ayaan ka mid ahay intaas ka garaale waxaan soo gaaray degmada balad xaawo waxaan soo gaaray lacag $2,500 ah oo loogu talagalay walaalihii soo sadaqaystay jaaliyada Dubai ay joogan niman jooga ay soo direen khaasatan waxaan soo gaarsiisay gabar liyaada Halima Salaad Jimcaal ee German ka tahay lacagtaas ayada waxay ku soo magacaabeen walaalahaas inaan biyo ku bixino biyaha ayaga ahaabaan insha Allah raxmaan yaan ku bilownay oo ku wadnaa meelo badan oo alxamdulillah gobolka kamid ahna way gaareen lacagtaas ayada sida nala soo sheegay sida ay noo sheegeen degmada balad xaawo degmada liirada Ceelwaaq Ceelcade tuulo Barwaaqo afartaas goobood ba kamid ah inta ay wax gaarsiin lacagtaas ay gaartay sidaas oo kala min 2500 inay tahay ba nala sheegay lacagta gaartay qaar kamid dadkii biiraaminta loo sameeyay ayaa goobta ina warbaahinta kula hadlay waxaana ay sheegeen inay ka mahadcelinayaan deeqdan la soo gaarsiiyay iyagoo sheegay xaaladoodu inay tahay mid aad u baahsan isla markaasina biiraamin iyo cunteentaba u baahan oo ka imaaday wadanka Dubai Halima Salaad Jimcaal ay u madax tahay way ku mahadsan tahay biyihii wayna soo gaareen waxaan ka codsanaynaa baad iyo wixii nolol xutulyoon sadii dunyada waxay u baahan yihiin bil abaar badan baa jirta abaarta wax ay hanbaynaysa male haddii aan nolol la helinna ilaahay baa taa kulale wax ku noolaanaya male biyo tabaruca oo dad islaam u wadaan oo magaalada balad xaawo naga soo galay lana yiri waxay ka yimaadeen Dubai
أبيها صدقة أيهين وأنو يمادين وأن سوقارين إلهي بمهد لهد ومدين نوكينتين ومهد علينينا أن سوقارين ويحي كلاو نولوكو داري كلاو نولوه لكرانا وأباهان هاي وأهربنا ماشا سدي أبار تاس بأن باكي ترتي ويحي إسلامها ووحيوه لكراسي داسين يعني أشيغينا سيكا سباها تددك بيادا منتان لو سمييي أي حالد ودوحا أي تهي مداد وادق أيضا ندددك أن هدي بيها أي وايان أي نغني سو mid xaaladoodu ay noqon karto inay halis u gasho in dadka dunida ay leedaan maadaama aysan haysanin adima ay ku raasadaan biyo iyo cunto intaba maxamed qani xuseen kuso TV caalamiga Soomaali channel degmada dowlad Soomaaliya tawadiyal intaasina waxaan ku soo gabagabeynayna warkii Soomaali channel hadii ay baa raxmaan ka ogolaado intii dib ugu kulmi doona warkan warka xiga wa dhamaantay u tagay tagana assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh